حياكم الله مشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني، برنامج سوالف رمضان في موسمه الثالث، حلقة مليانة بالتحديات والمفاجآت والمعلومات. وأهلا وسهلا بك يا مها. أهلا وسهلا رؤى، حياك الله ومساك الله بالخير أكيد، ومساكم الله بالخير مشاهدينا. حلقة متميزة كالعادة زي ما احنا معودينكم من برنامجكم الجميل والمفضل واللي تحبونه، برنامج سوالف رمضان. إذن مشاهدينا خلينا نبدأ الحلقة زي ما عودناكم بالإعلان عن الفائزين. إذن خلينا نبدأ ونشوف مين الثلاثة اللي فازوا بسؤال حلقة أمس، والسؤال كان كم عدد الأسر المستفيدة من منصة جود للإسكان حتى اليوم، والإجابة الصحيحة هي كانت فوق 35,000 أسرة. إذن حنبدأ الحين نسحب على ثلاثة مشاركين، أو نروح أول شيء للأحدث عشان إيش الأمانة، هذا الأبديت. طيب يلا بسم الله. برنامج أندرويد فوق 35، وعامل متابعة لحساب سوالف رمضان، ونشوف الفائز الثاني. ننزل تحت كمان، قولوا لي ستوب. يلا ستوب. اندرويد مره ثانيه. لا اكيد ما راح افوت. ساره لايف، حظ حلو، الاجابه فوق 35. ونفس الشيء الحساب عامل متابعه ل حساب سوالف رمضان. يلا بسم الله بسم الله. ساره لايف ما شاء الله شاده حيلها. أحاول أشوف فاطمة، ألف مبروك فاطمة، نفس الشيء الإجابة صحيحة فوق، لا هي حتى اليوم 35، لا الإجابة خاطئة صح يا جماعة، هي فوق 35. فوق 35. نعتذر منك يا فاطمة. لا لا ما في المشي، في ناس ثانيين مجاوبين صح يا كنترول. نشوف يلا KHA، عدد الأسر المستفيدة من المنصة حتى اليوم 35. غلط، هذا اللي ينسخ، اللي يعمل نسخ للإجابات يتوهق. عيسى يلا فوق 35,000، ألف مبروك يا عيسى. وهذه هي الأسماء الثلاثة اللي فازوا في مسابقة سؤال أمس، وأكيد راح يربحوا معانا جوائز مقدمة من السيف جاليري، وجوائز مقدمة من صيدلية وعيادات ألور بالتعاون مع زين أوباجي قيمتها 1450 ريال، وأخيرا كوبون شراء بقيمة 500 ريال مقدم من دار أزياء فاطمة بالحداد. أكيد نبارك لهم ونبارك لكل الفائزين، واللي ما فاز اليوم نقول له هارد لك، وجاوبوا معنا في الحلقات القادمة. صحيح. إن شاء الله راح يفوزون. بالضبط. يعني الفرصة مفتوحة للجميع، أكيد فريق الإعداد راح يتواصلون معكم بأقرب وقت، وكمان زي ما احنا وعدناكم مشاهدينا انه سوالف رمضان هذه السنه مختلف ومبني على التحديات، وراح تكونون جزء اساسي في تقييم ادائنا في هذه التحديات. زي ما شفتوا في حلقه امس يمكن كان تحدي المطبخ من نصيبي، ويعني الصراحه حلوه التعليقات كانت، حلو الفيدباك، عجبني والله. انا شفته بصراحه عجبتني الطريقه. طب سهله ومعتمده. شكرا شكرا. أي. شكرا لك صدق والله يعني. شكرا لك رؤى. يعني فعليا الطبق كان من الأطباق يمكن المحببة لدى الجميع، فعشان كذا اليوم راح نسحب على أفضل أربع تعليقات على هاشتاغ تحدي سوالف رمضان 11، راح أختار منهم أربع أشخاص راح يكسبون معنا
4 هدايا مقدمة من السيف جاليري، وأكيد نقول بالتوفيق للجميع. نقول التوفيق للجميع أكيد يعني للجميع. بالضبط أنا أعطيكي تسحبي تشوفي. والله يا رؤى شوفي أنا وعدتهم أمس وقلت لهم الأفضل إجابات أو امدحوني قلت لهم جاملوني فنشوف إيش الكومنت. أنا الصراحة إلى الآن تحبي نعطيهم فرصة لبعد شوي ونسحب، يعني نديهم فرصة الحين خليهم شوي يكتب كومنتات أوكي يتشجعوا أكثر أوكي. شو رأيك؟ اي طبعا خلاص فالحين حلو. الفرصه الى الان مفتوحه، هذه ترى حاله استثنائيه ها نعطيهم شويه وقت رؤى اي خمس دقائق خلاص نعطيكم خمس دقائق زي ما قالت رؤى ونرجع نسحب على الهاشتاج زي ما وعدناكم امس. حلو يصير الحين ايش راح نسوي؟ حنوصل للفقره الاهم والاجمل اللي كلنا ننتظرها صحيح. فقره الطبخ فقره طبعًا. الطبخ اذا في البدايه مشاهدينا خلينا نرحب بالشيف ضحى ونقول لها يا أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية على كل حلقة بتقدمين فيها أطباق. حسيت كذا اليوم بتولي بدري دائما يعني دائما مبدعة شيف ضحى ما شاء الله عليها. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك يا شيف ضحى. أهلا وسهلا أهلا أهلا ها كيف الاستعدادات اليوم؟ لا ممتازة واضح من وجهي. لا اليوم سويت لكم رز كابلي الله أنا مرة أحبه. أي ايش التفاصيل اللي حتكون موجوده في الطبخه اليوم؟ أو طبعا أسرار. البصل المقلي ايوه بخر السديان بصل مقلي زعفران وهيل البرتقال وبشر البرتقال هو لازم رشت. البرتقال صحيح ورشه ملح الليمون اي عشان اللي تميز الكابلي اي وين يشتهر الكابلي؟ انا ما اعرف يعني اسمع كثير يمكن يحبونه اهل الحجاز اكثر بس هو من وين يجي؟ انا ما اعرف للامانه ما ادري والله من افغانستان ما ادري باكستان من كابل كابلي يعني ما ودي افتي بس صدقي هذا سؤال الحلقه اليوم لاني احس لا انا احس يعني اهل الحجاز فعلا يعني يحبونه اكثر من اهل شو هو يشبه البرياني بس ما في زبادي ولا في كزبره ولا نعناع وفي له قشره برتقال اي هذا هو اي وينفع يتسوى لحم ودجاج ولا بس دجاج؟ لا عادي اللي تبين براحتك عادي اليوم بايش حتفاجئنا باللحم ولا بالدجاج؟ لا بصدور الدجاج الله اسهل واسهل حلو اجمل حلو لا انا شوفي بقول لكم شغله احنا برنامجنا نبغى الست البيت تفتح الثلاجه وتطبخ معانا على طول عرفتوا؟ ما نبغى ايش انهم يستصعبوا المكونات وهذا اللي لاحظته معك شيف ضحى فعليا يعني في كل مره بتطبق في الاكلات اللي بتسويها أقول لها ترى الموضوع طلع أسهل مما كنت أتخيل بالله إيش رأيك بالرز يعني وفتة الدجاج طبقتيها؟ رائعة رهيبة لا والله بالأمانة إلى الآن ما طبقتها بس شفتي يعني شلون تكنيك كثير سهلة تكنيك صغير كثير سهلة إي يعلمك كيف تسوي الرز مفلفل بالضبط بالضبط يعني وكيف حتى عملتي طبق ثاني لأنه كان عندك وقت يعني إحنا بنتكلم على برنامج مدته ساعة ونص صحيح وفوق كذا بتصير فيها مثلا طبخة أو طبختين معها أطباق الله بس أنا أحب التكنيكس اللي أيوه. تستخدمها شيف ضحى يعني قاعدة تختصر علينا وقت وجهد يعني وأولها يمكن القدر القدر الضغط يعني فعلا منقذ على قولتهم طريقة نقعها للرز أنت تدرين أنك هذا ممكن وأنت الحين ممكن توقتينا وأنت طالعة يشتغل تحطين كل شيء وخلص تطلعين ويشتغل ويجلس حاله يعني إذا رجعت للبيت حتى لو طولت يجلس عادي تسخين طب ما ينحرق ما ينحرق حلو لأنه هو يكتمل البخار جوا عرفتي يعني ما تسمعين له صوت ولا تشمين الريحة لما تسكرينه خلاص ينتهي ما أنا هذا هو أقول يا ريت دائما يجيني تحدي طبخ ما يجيني أي تحدي ثاني طب نروح على المطبخ ونشوف إيش محضرين يلا حبيبتي يلا مين يروح أنا ولا مها يلا خلينا نقوم على المطبخ يعني اتوقع هذه الأكلة الكل يحبها فأكيد نبغى نتعلم منك شيف ضحى اليوم بعد عمري حبيبتي أول شيء حنشغل القدر وأنا حاسة المكونات مرة كثير اليوم أي صح إيه أنا حاسة أنا لما أشوف مكونات كثير ترى ما أدري ليش أخاف أحس إن الطبخة شوي معقدة لا بالعكس أسهل منها ما في بسم الله طيب إحنا أول شيء هذا نقصه اول شيء نقول وش المقادير طيب يلا انا ما ادري ايش قصتي مع المقادير ما اعرف خلاص محضرتها وجاهزه جاهزه خلاص يلا طيب يلا نقول للمشاهدين نجيب ورقه وقلم ونبدا نقول وش المقادير رز ودجاج اوكي بصل عندنا معجون طماطم عندنا فلفل احمر كشميري عندنا معجون ثوم والزنجبيل ضروري بهارات صحيحه هنستخدمها مع الرز ومع الدجاج بطاطس بشر البرتقال طب بشر البرتقال نقطة مهمة ما توصلون للون الأبيض هو المر اوكي حتى أوكي. الليمون اوكي
طيب والزعفران وهيل وعصير برتقال وطماطم فلفل رومي فلفل حار كركم بهارات مشكله وملح الليمون. تحبوا تحطوا زبده تحطوا سمنه، انا حاطه خيار وزبادي بسوي سلطه. السلطه اللي تجي غالبا مع الرايته هذه نحط فيها بصل واشياء. بس ليه الفلفل الحار يعني ضروري هو يكون سبايسي ولا لا؟ عادي. اختياري اوكي. بس في ريحه حلوه انا شميتها يا جماعه. لا انا ولا شيء. الحين المكونات على الشاشه. احنا الحين ايش حنسوي عشان نسلق الرز؟ حنحط البهارات. اللي ما يحبون، انت صح ما تحبين البهارات؟ انا ما احب البهارات. عادي خلوها تغلي اوكي وتشيلينها. وشيلها صفيها، ايش مشكلة؟ بس ما يفرق بالطعم ما شف. ما يفرق بالطعم؟ لا ما يفرق في الطعم. خلاص الحين بخليها تغلي وبصفي البهارات قبل عشان ما تطلع لأحد. يعني عندك خيارات. عندك خيارات الحين. شوفوا انا ححط شوية زيت كمان مع الرز مع المويه هذه، خليها تطبخ الرز اخر شيء. حلو. الحين ايش حسوي؟ حنشتغل هنا، حنحط الزيت في القدر حميناه. لحظه، انت قاعده تشتغلين على قدرين. ابغى اعرف ليش، ايش السر؟ ايش السر؟ عشان حبيبتي واحد للرز وواحد للدجاج. طب ليه الرز والدجاج ما ينطبخ مع بعض زي الكبسه؟ لا، الكبده كل شيء لحال زي البرياني. نسلق الرز ونكشن الدجاج. اوكي. وبعدين نطبقهم على بعض. حلو. أوكي. حلو. طيب أول شيء إيش حنسوي؟ أنا والله ما ودي أتعبكم أحطكم جنبي، يضيق صدري عشان ريحة الطبخة وكذا وأنتم أنيقين. ولو. طيب أول شيء بنحط الزيت، بنحط معجون ثوم وزنجبيل، هذا تقريباً كيلو ثوم كيلو زنجبيل زيت. تحطونه مع ملح عشان يحفظه، وتحطونه بكمية وتحطونه وين؟ في الثلاجة. تاخذون منه ملعقه نظيفه. وكم يجلس؟ عادي يجلس يطول. طيب اوكي، الحين ايش حنسوي؟ حنحط البهارات. حلو. بس لازم تطقطق الثوم والزنجبيل، يعني هذا سر الطبخه. حنحط البهارات المشكله، طبعا تعريضها للحراره يطلع زيوت عطريه اللي فيها، حتى الزعفران والزعفران حطيه بقصدير وعرضيه للحراره وشوف شلون حتقوى نكهته. والله اي شيء تبغي تطلع النكهه اللي فيه قديم، طبعا احنا عشان يجينا ترى يقعد يعني ياخذ وقت. ايوه صح، فيفقد ايوه ويتنقل من مكان لمكان هنا عشان ما تطلع الريحه عليكم. طيب حنشغل قدر ثالث. طيب الحين اوكي، الحين حنشغل قدر ثالث، حنقلي البصل. نقلي البصل. اوكي. طيب انا بالعاده اسلقه مع الرز. لا احنا حنقليه. طيب. عشان أوكي. يعطينا الطعم مميز. حلو. اوكي. تقلين البصل لحاله؟ كيف؟ الحين بتقلين البصل لحاله. لحاله. اي. يعني الحين صار عندنا ثلاثة قدور. لا ولسه في خلاص. قلت لكم صعبة. ما قدر أول قدر ثاني. أنا قاعدة أحسب والله، يعني أحس إنه يعني ما أعرف، أنا بشوف لما نهاية الطبخة كيف. مرة أوكي. سهلة مرة سهلة. عشان نشوف نطبقها ولا لا. أنا يعني كل يومين كل يوم أرجع البيت وأطبق وصفات شيف. طب الحين حنخلط الثوم الطماطم مع الفلفل الأخضر. حلو. وحبة فلفل حار واحد بس فقط لا غير. ومعجون الطماطم، وبعدين حنكشنها مع الدجاج. في أسهل من كذا؟ أنتوا اليوم ما سحبتوا على الجوائز. إلا أيه. بس احنا قاعدين جوائزك حمستينا على طبختك، جينا نشوف الطبخة. طب خلاص أنا لسه حقلي، تقدرون أيه. تروحون تسحبون. يلا نروح. أنا ضيق صدري ما ودي تطلع ريحتكم طبخة عشان كذا مسكرة. يعطيك العافية شيف ضحى. بعد عمري حبيبتي. يعني أنا متحمسة على طبخة الشيف ومتحمسة على الجوائز والسحب اليوم. فإن شاء الله يكون في الخمس دقائق هذولي معانا ناس محظوظين يكونون. يعني عشان قلت الحكم أنا يا مها لازم تسحبي من الإجابات الأخيرة لو تعليق على الأقل، لأنه أعطيناهم فرصة. صح. يعني صح صح أنا معك. يلا. طيب خلنا نشوف. يلا. أجل المشاركين ونحط الأحدث على قولتك لو سمحتي. أوكي. هذا الهاشتاج ونقول بسم الله. أوكي إحنا فاتحين هاشتاج. أنا عندي مشكلة مع الآيباد يا جماعة. دقيقة. صح اتغير انا مالي بالتكنولوجيا. أيه. ما اعرف شيء بالتكنولوجيا اختصار.
شوي. والله يا شيف انت مريحه راسك، انت صح ترى. لا احيانا يا اختي اشوف ناس تصور، يعني شوفي نص الطبخه صايرين يصورونها بطريقه مره حلوه، ما تتخيلون قديش انا ما اعرف اصور زيهم. مش الحال. يس اوكي، انا اتوقع الايباد معلق لي. اي طيب، يعني الخمسة بلس خمسة الحين، خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق وخمس دقائق. طيب هذا هو الهاشتاج، فخلينا نفتح الهاشتاج أو نفتح الفيديو ونشوف من اللي شارك معنا. هذه قبل 14 دقيقة سارة مشاركة. طيب خلينا نشوف سارة. سارة الله يا سارة، وش ذا الكومنت الزين؟ إن شاء الله إنك مسوية متابعة. لا ما أنت مسوية متابعة يا سارة. ليش؟ إي والله أفا ليش؟ راحت يعني. اوكي ساره يلا احنا بنمشي لك اياها هالمره، بس ترى اول واخر مره. ايه اول بس عشان والله شوفي تقول لي الف اقول ترى بس كلمه الهديه قبل الفولو. ها ساره عندك فرصه تسوي فولو. عندك فرصه فعلا تسوين فولو. خلنا نشوف مين الفائز الثاني. هند عقبال ما افوز معك. هند يعطيك العافيه على الكومنت، وهند مسويت لنا متابعه، الف الف مبروك يا هند. طيب خلنا نشوف الثالث. أمل، أمل يا أمل مسويت لنا متابعة، ألف مبروك عليك يا أمل. باقي لنا آخر آخر فائز ريم. ريم ألف ألف مبروك عليك الهدية الرابعة والأخيرة. ألف مبروك للي فازوا معانا، وهارد لك للي ما فازوا. أنا مبسوطة كثير بالتعليقات، مبسوطة كثير بالتفاعل. والله بصراحة قورة حق معها، يعني الواحد بصراحة الطبخة كثير شكلها حلو ومشهي. أنا كنت أشوفها من البيت أقول الله والله يعني وسهلة. ما توقعت. إي وسهلة كمان يعني، وأنا بصراحة أحب السويت أند ساور وأحب الأكل الصيني وأحب هذه الأشياء. فيعطيك العافية بجد، بس لازم أدوقها منك. الله يعافيك. أكيد أكيد من عيوني الثنتين. إن شاء الله الجايات أكثر، وإن شاء الله بعد رمضان راح نرجع لل. حتدري والله كنت أبغى أعلق أمس قلت بس ما يربحوني أعرفهم. عموما إحنا نبارك لجميع اللي فازوا، وأكيد الحين جاء الوقت إنه نعرف المشاهدين بالتحدي اللي معانا اليوم، ويا ترى مين المذيعة اللي راح تسوي هذا التحدي، وهل تتوقعي تكون عندك اليوم كمان؟ إن شاء الله لا. إن شاء الله لا. إن شاء الله إنه مو بعندي. فخلنا نشوف. عاد تدري أنا من يومين كنت أقول لهم صندوق. يعني أنا مستعدة لأي تحدي مطبخ، بس يعني ميك اب ما ودي. هذا ما طلع صندوق التحدي. ما ودي أوريكم وش جوا، بس يلا أوكي. يلا. ودي اشوف، انا ودي اشوف فاتني. يلا لا بعدين. لا والله يا رأى. طيب حبيبتي يلا تفضل. لا استني مو كذا. طيب لازم تسوين هذه الحركه كذا عشان ما يكونون حاطين ورقه كذا. اقول لك هذه كل شوي بتنط. لا يلا طيب. اسحبي خلاص باخذ من تحت. معلش ها تحدي الازياء للمذيعه رؤى. ليه الله الله ليه. اوكي أزياء بس يعني أختار أي شيء من راسي من ذوقي خلاص؟ لا هو أزياء يعني راح يكون في معنا ستاند. أي معنا ستاند ومعنا أستاذة فاطمة بالحداد، هي اللي راح تكون الحكم أو تقيم. فقد لك يا رب. أكيد نتمنى لك كل التوفيق يا رو، وأنا متأكدة أنك راح تبدعين إن شاء الله. يعني أنا أحب الملابس والأزياء بصراحة، بس يعتمد نشوف فاطمة وش تقول، يعني هل يعجبها ذوقي أو لا. أكيد أكيد لا أيه. أنا متحمسة كثير على هالفقرة معك، فراح نشوفك إن شاء الله تلبسين الموديل، وراح يكون شيء جدا ربما يكون مستقبلي ما تدري. بس خلينا نشوف شروط التحدي. يلا أكيد خلينا نشوف شروط التحدي مشاهدينا ونرجع. سوالف رمضان هذه السنة جايكم بشكل مختلف، وبصراحة قررنا نتحدى في مذيعاتنا ونشوف صناعتهم في أربع تحديات مختلفة. التحدي الأول راح يكون تحدي الطبخ، أما بالنسبة للتحدي الثاني بيكون تحدي المكياج،
والتحدي الثالث رح يكون تحدي الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، وأخيراً تحدي الأزياء. وبالنسبة لقواعد التحديات، ولا أسهل، رح نعطي فيها كل مذيعة 40 دقيقة تنفذ التحدي، ولكل مذيعة الحق في استخدام 4 وسائل مساعدة، بس إذا استخدمت منهم أي وسيلة رح نخصم من وقتها 5 دقائق. وبعد كذا يتم التصويت للمذيعة من خلال تغريدة يومياً على حساب البرنامج، ورح تعطي المذيعة الحق في اختيار 4 فائزين. وجوائزنا في هذه السنة كمان مختلفة، رح يقدمها لنا السيف جاليري. تحدي اليوم زي ما شفنا هو تحدي الأزياء، واللي راح يكون عندي مدة 40 دقيقة بس عشان أختار مجموعة من الأزياء المقدمة من دار أزياء فاطمة بالحداد، وراح يكون في موديل حتقيس هالملابس اللي اخترتها، وأكيد خليني كمان في النهاية يعني أعتمد على تقييمكم كمشاهدين ومتابعين، وأيضا راح أعتمد على تقييم فاطمة بالحداد حتى تشوف إذا ذوقي ينفع أو لا، وأكيد التعليق والهاشتاج اللي حيكون ظاهر أمامكم على الشاشة. اتذكروا إيش هي الشروط، شروط الفائزين، لازم تعملوا فولو وتكتبوا تعليق على هاشتاج تحدي سوالف رمضان 12. أكيد وبالتوفيق للجميع، وأنا متأكدة أنت راح تبدعين، أنا متأكدة، أنا أقول لك إياها من الحين. طبعا مشاهدينا يعني الحين طبعا عندنا تقرير، خلينا نطلع مشاهدينا نشوف أبرز علامات الشيخوخة وأهم النصائح مع دكتور زياد الشعلان، نتابع. اهلا وسهلا وحياكم الله في جمال وتجميل، معنا الدكتور زياد الشعلان، حيا الله دكتور. اهلا الله محييك دكتور. تجاعيد الوجه والعلامات الكبر والشيخوخه اصلا من متى تبدا اساسا؟ اي شخص حيصل للمرحله هذه خلال تقدم في العمر فلازم يحضر لها من بدري، فمن الامكان انه حتى من بدايه العشرينات نهايه سن المراهقة أنه يبدأ بالأشياء هذه، سواء بكريمات موضعية أو بإضافة استخدام البوتوكس من عمر مبكر. كل الإجراءات هذه ممكن تحسن وتقلل من التجاعيد، اللي هي سببها قلة إنتاج الكولاجين أو زيادة تكسيره، مما يسبب زيادة تجاعيد في نهاية العمر. فذكرت حضرتك البوتوكس الآن، كيف ممكن البوتوكس يساعد الناس في أنهم ما يبان شكلهم كبير؟ البوتوكس يمنع التجاعيد الحركية اللي تكون موجودة، وبداية التجاعيد تكون فقط حركية، في حالة الراحة تختفي، وفي حالة حدوث التجاعيد وحركة الوجه والتعبيرية تظهر التجاعيد، بعد فترة تبدأ تحفر وتصير ثابتة في مكانها، الهدف منعها قبل لا تحدث. طيب في ناس يستخدموا البوتوكس مثلا يبغوا يرفعوا حواجبهم، كيف تقدر تربط الشيئين هذول مع بعض؟ بالإمكان أنه نعمل بوتوكس للوجه كامل، واستخدام مزايا البوتوكس بالتأثير على بعض فاعلية الحركات أو عمل العضلات، فنقوم بتنشيط عضلة على حساب عضلة، مما يعطي شكل جمالي أفضل، مثل رفع الحواجب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يخليك. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وانا بصراحه شامه ريحه حلوه شايك وطيبه، فقولي لنا وش صار على الوصفه صح؟ طيب حبيبتي، انا حطيت دجاج هنا، حطيت الحين قليت صدور الدجاج، هحط قشر برتقال ملعقه صغيره بس. حلو، وما نوصل للون الابيض، حنحط شويه من عصير البرتقال تقريبا هذا نصه، اوكي، وحنحط عندي هنا ضربت حبة طماطم وملعقتين معجون طماطم وفلفل رومي وفلفل حار في الخلاط، وحسكر عليهم وحخليهم يطبخون على نار عالية. عندي هنا بس سر من الأسرار، أنا حطبخ هنا مع الموية حقت الرز الأبيض فلفل رومي أخضر، يعطي الرز طعم عجيب. الحين بخليهم يطبخون بعدين بصفيهم. هنا البصل عشان يطلع معاكم قرمش وزي الشيبس، قلوب زيت غزير. بزيت؟ بزيت غزير. غزير زي شفتي زيت البطاطس؟ أيوة. نفسه ايوه
قلي قلي. وهذا الزيت ما يرمي، يستخدم حق المجدرة، حق الكشري، حق البرياني. حلو، يعني أصفيه أنظفه وأخليه. أيوة، إحنا ما نكب الزيت إلا الزيت حق بطاطس، حق كذا مستخدمينه كم مرة. بالزيت البصل يا جماعة عليه طعم عجيب غريب. أنا كذا خلص. الله. حلو. طيب إذا كمان حنا مها خلينا نرحب بشخصية رائعة. هذه الشخصية كان لها دور وأثر في فيلم الرحلة، اللي هو أول فيلم سينمائي سعودي عربي، عرض يوم الأربعاء 13 من شهر إبريل في المسرح السينمائي الصيني العريق في هوليوود، والذي أطلقته شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان مسك. لحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا في الاستديو مساعد مخرج فيلم فني في فيلم الرحلة، فرح عارف. أهلا وسهلا فيك يا فرح، نورتينا وكل عام وأنت بخير، يعطيك العافية. كيف رمضان إلى الآن؟ والله الحمد لله. حلو؟ لا سهلات. الحمد لله. خفيف. رمضان كويس. الحمد لله. طيب خلينا أول شيء نتكلم عن هذا الموضوع، يعني الفيلم هذا انعرض، فيلم رحلة بالدبلجة الإنجليزية، وكمان انعرض على المسرح الصيني في هوليوود كأول فيلم سعودي عربي، طبعا تعتبر خطوة جبارة، كلمينا عنها أكثر. هو الحمد لله فيلم الرحلة يعني لقى أصداء جميلة وإحنا جدا فخورين فيها. أي. فيلم الرحلة مو بس عرض في قبل، أو هو عرض في العالم العربي، وعرض أيضا في أكثر من 5 دول أو 15 دول في آسيا. أيوة. عرض في اليابان. حلو. عرض في 6 دول في أوروبا، والحين الحمد لله عرض في المسرح الصيني في هوليوود. طبعا إحنا جدا الفريق جدا فخور، يعني هو أول فيلم أنيميشن عربي سعودي، يعني قاعد يعكس الثقافة ويعكس التراث التاريخي بشكل جدا دقيق، وعرض في هوليوود. فمو بس احنا فخورين، نتمنى الكل يكون فخور. كلنا فخورين اكيد، يعني عمل جبار، وزي ما تقولي جاب العالم يعني. الحمد لله. صحيح. وهذا العشم، يعني احنا يمكن من بداية صناعة السينما عندنا هنا، واحنا دائما نقول بناتنا وشبابنا راح يثبتون نفسهم ودائما راح يوصلون للعالمية، وهذا انتم يعني مثال حي على ذلك. طب فرح، خلينا نتكلم عن قصة الفيلم، يحكي عن ايش ومن وين جت الفكرة؟ يعني اعطيني تفاصيلك، لا تحرقينا بس اعطيني تفاصيلك. أي صعب، اي لانه نبغاكم تشوفوه. موجود احنا نسخة عربية وفي انجليزي وفي ياباني. الله. فهو هي الفكرة يعني كانت موجودة من زمان، مو انه يعني فجأة، يعني انت تعرفوا كيف شبه الجزيرة العربية عندنا. نعم. قصص كثيرة احنا. صح. يعني في قصص من تراثنا وقصص تاريخية كثيرة، فهذه احدى القصص يعني اللي اخذناها، قصة اصحاب الفيل، وطعمناها بقصص أخرى. أجين ما أبغى أحرك، فإن شاء الله تشوفوها عشان تفهموا إيش قصدي. فإحنا حتى لو شفتوا عندنا مسلسل أساطير برضو أخذنا أحد، حطينا فيها بعض القصص اللي من الأساطير العربية وهذه الأشياء، أو الملاحمة التاريخية خلينا نقول. بالضبط. يركز الفيلم على هذا الشيء، ملاحمة تاريخية، وفي عندك البطل أوس، في هو يعيش صراع كيف بالإيمان، يعني الفيث، كيف إن قوة الإيمان تخليك تتخطى صعوبات كثيرة. طيب ليش هذه القصة تحديدا، يعني من وين جاتكم الفكرة، ليش تم وقع اختيار هذه القصة حتى يتم تجسيدها وتمثيلها؟ هو زي ما قلت لك، يعني هو شبه جزيرة عندنا قصص كثيرة. صحيح. فبس يعني احنا مو بس في رسالة. ايه؟ معينة فرح. صحيح. ايه طبعا. ايه؟ فاحنا يعني زي ما قلت، هذا مثلا الفيلم اخترنا هذا القصة عشان قصة أصحاب الفيل. أيوة. وكيف أنك توري أنه بالصبر، كيف يعني البطل كان يحاول. بالضبط. أيوة. وكان يحاول يحمي، كيف يحاول يحمي بلده، كيف يحاول يحمي أهله. فكانت قصة، وإحنا طعمناها أيضا بقصص من الأنبياء وقصص، يعني ففيها رسائل كثيرة، مو رسالة واحدة، مليانة رسائل. لهذا سبب اخترنا هذا الفيلم، وغير كذا زي ما قلت لك القصة الثانية حطيناها في مسلسلات أخرى، وفي أعمال قادمة ثانية إن شاء الله حتشوفوا فيها قصص ثانية. جدا جدا. ويمكن الأنيميشن الحين صار ما هو بس مقتصر على الأطفال، بالعكس يعني يستهدف جميع أفراد العائلة، صغار كبار. وأنتم يعني يعطيكم العافية دبلجتوا بلغات مختلفة، يعني هذه الطريقة الأسهل إنه إحنا نوصل تراثنا وتاريخنا وقصصنا للعالم عن طريق الترفيه أو الميديا. بغض. خلنا نقول فعصفورين بحجر، يعني قصة وعبرة ورسالة زي ما تفضلتي، وفي نفس الوقت ترفيه. هل فعلا فرح صناعة الأنيميشن أصعب من صناعة خلنا نقول مثلا فيلم عادي أو مسلسل عادي، وليش؟ مو عن أصعب، خلنا أوكي تفاصيل أكثر. أيوة. بروسس أكثر. بالضبط.
يعني صناعة أنك تصنع فيلم أنيميشن يختلف طبعاً أنك تصنع فيلم يعني اللايف أكشن للبشر. حلو. في البداية لا الجم يعني هي كلها نفس الشيء، كلها تحتاجي الكاتب أوف كورس، تحتاج الطاقم حقك. اللي يميز الأنيميشن عندنا بالذات أنه لا تنسوا هذا شيء صناعة شوي جديدة داخلين عليها. صحيح. في السعودية، والحلو ان احنا قاعدين ندور على المواهب، دورنا على المواهب المحليه، احنا نسوي برامج تدريبيه، فطلعنا الانيميترز السعوديين، طلعنا الرسامين السعوديين، طلعنا كتاب، طلعنا ملحنين، يعني طاقم كامل طبعاً. كلنا فخورين فيهم. فلما لقينا هذه المواهب اللي كلها تشتغل بيدها، سواء ديجيتال على الكمبيوتر، سواء بالورقي ترسم، تصميم شخصيات، رسم خلفيات، طبعا احنا اشتغلنا مع توي استوديو توي انيميشن، طاقم ياباني. لكن تتخيلي كيف يصير تبادل الثقافات بيننا وبينهم، لكن تتخيلي كيف هم معروفين يعني اليابانيين من الأزل، من يوم المحقق كونان يمكن وقبلها حتى يس اشتغلنا مع المخرج حق المحقق. فيختلف تماما السير العمل، يعني في مثلا عندك ستوري بورد، بعدين الانيماتيك، من رسم الخلفيات، من طبعا خليناهم يزورونا السعودية عشان نوريهم البيئة كيف، ويعني عشان نتعمق أكثر، ساعدناهم علمناهم كيف تراثنا من ناحية الملابس، فصلنا صممنا لهم الملابس، رسمنا لهم اياها زي كذا، وخيطناها يعني كنا معهم. وغير كذا لما يعني جبنا حتى الملحن الياباني، يعني جبناه عندنا للسعوديه وعزفنا عنده بالعود، فكان يعني يتطلب طاقم كامل. بس الفرق بدل ما انك تروحي وتصوري شيء جاهز، لازم انت تبني الشيء، لازم انت بالمواهب اللي عندك تحاول تشتغلي وتطلعي. بالذات الموضوع كان حساس انه ثقافه وتراث، ولازم الواحد يكون دقيق في هذه الاشياء. صحيح. طبعاً. طبعاً يمكن التفاصيل تهم جداً. تهمنا حتى إحنا، حتى أطفالنا لازم يتعلمونها بالطريقة الصحيحة للأمانة. فرح عارف، شكراً لك وشكراً لتواجدك، وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق أنت وفريق العمل، وأكيد نوجه لهم تحية وشكر من أعماق القلب، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكراً لك. يعطيكم العافية. شكراً. شوف ايش صاير في المطبخ؟ أنا بوريكي. يعني ما شاء الله شوفي، انت خلصتي في وقت قياس، انت تفوزين بالتحدي اليوم. خلصت الطبخه، الدجاج سكرنا عليه، حطينا البطاطس بعدين. طيب البصل ابغاكم تشوفون القرمشه. روعه روعه. واخذت من الزيت حقه وسويت فيه الرز. طيب يعني الحين خلصنا من البصل وقاعدة تقلي الدجاج، صحيح؟ طيب خلونا بسرعة مشاهدينا نشوف هذا الخبر، حيث رعى صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور وزير الإسكان. وقدمت الجمعية خلال الحفل وحدة سكنية مؤثثة، 200 وحدة سكنية مؤثثة تؤمن الحياة الكريمة والمسكن الآمن للأيتام واليتيمات، للمساهمة في تغيير حياتهم وأيضا تمكينهم. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل حسين الحميدان من المنطقة الشرقية، نتابع. حقيقة اليوم أستطيع أني أقول أنه مستوى الوعي بأهمية التكامل بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شيء مشرف. اليوم إحنا نلبس قبعة واحدة تخدم القطاع غير الربحي، وأستطيع أيضا أني أقول وبصوت عالي أن هناك تكامل في الأدوار. في هذا العام خصصنا الحفل لشراء وتمليك وحدات سكنية لأسر الأيتام وتأثيثها. اليوم الحمد لله صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أستاذ ماجد الحقيل سلموا مجموعة من الوحدات السكنية المؤثثة ل 67 أسرة من أسر الأيتام. استفاد من هذه الوحدات أكثر من 1000 يتيم ويتيمة وأرملة. جاء
جمعية بناء تركز على تنمية اليتيم، الاستثمار في اليتيم، بناء الإنسان، صناعة الإنسان، وهو المحور الأساسي لكل شيء. اليوم ما شاء الله تبارك الله رأينا احتفالية كبيرة بتوفير مساكن كبيرة، 5 عماير، كل عمارة 40 وحدة سكنية إلى آخره. داعي الأول لعمارة الخليج في المنطقة الشرقية، والذي نجده دائما بعد خادم العربين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونعمل سويا ونسعى له جميعا. مستمرين معكم مشاهدينا، أكيد باقي فقرات سوالف رمضان، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وأكيد الحين الفقرة الحاسمة، الفقرة الحلوة في برنامج سوالف رمضان، التحدي. التحدي عندك، وجبنا لك الستاند وجي والموديل جات، والأستاذة فاطمة موجودة معنا، فعشان كذا طبعا أرجع أذكركم بالتحدي. راح يكون معنا مجموعة أزياء مقدمة من دار فاطمة بالحداد، وهذه الأزياء واللي راح تكون اختبار لقدرات إيه؟ رؤى شو اسمه الفاشن سنس عندك، الفاشن سنس عندك، احساس الفاشن عند رؤى، فاكيد نتمنى لك كل التوفيق. شكرا رؤى. لكن قبل ما نبدا التحدي معك، طبعا راح يكون معك 40 دقيقه انه انت تلبسين الموديل، اتوقع تو اوتفيتس. والله ما ادري، انا اظن انها تو اوتفيتس. الا اذا انا شفت عندي مجموعه اشياء الحين نشوف، عندك اشياء جدا بالضبط. جميله، واكسسوارات وكابات واشياء. فعشان كذا خلونا نرحب، ايش رايك نرحب باستاذه فاطمه بالحداد معانا عشان نسالها وناخذ منها بعض التفاصيل. يا اهلا وسهلا فيك استاذه فاطمه. كل عام وانت بخير، يعطيك العافيه. انت بالف خير. عاد اليوم انا ممكن، شوفي انا احس انه الازياء حلو وشيء مره يعني انا اقدر عليه، بس بوجودك ما ادري، بديت اشوف بصراحه. لا ما شاء الله، ما ادري وش هي امكانيات بصراحه بوجودك. والله سمعتك يا رؤى ما شاء الله، قبل ما ندخل قالوا لي رؤى ترى كانت ستايلست من قبل. ما شاء الله. بس انا عشاني كلاسيكيه اكثر، دائما احاول اروح على السيف سايد. أيوة. فيمكن عشان كذا يعني لبسي موافق لكل زمن ولكل مكان. لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، دائما انك انيقه ومتالقه ما شاء الله يا رب. نعتبر اني فزت في التحدي يا جماعه. لا لسه، لا لا لا، باقي لك 40 دقيقه. يعني انا متحمسه. اول شيء حياك الله استاذه فاطمه، وهذا التحدي يعني يمكن التحدي اللي يستنونه كل البنات دائما. الحمد لله. يبغون يشوفون قدرات بنات سوالف رمضان، مذيعات سوالف رمضان. فايش يعني، ايش دائما تنصحين البنت اللي مثلا خلينا نقول عندها مثلا سفره سريعه، او عندها مثلا ويكند معاكي الكاريون، ما حتاخذي شنطه كبيره، ايش تنصحينها دائما تاخذ؟ انه على اساس تقدر تغير في ستايلها لنفترض ويكند مثلا. صح، دائما الاشياء الاساسيه، الاشياء الاساسيه اللي لازم تكون معاها هي الالوان المحايده. حلو. لا تروح للالوان اللي هي حيصعب عليها تنسيقها. الألوان البسيطة اللي هي حتى لو أخذت قطعة واحدة مثلا بنطلون ومعاها عدة قطع، بس كلها ألوان تكون محايدة بحيث أنها تناسب نفس قطعة البنطلون هذه، أو تغير فيها يعني كل مرة يبين أنها لابسة لبس جديد. بالضبط بالضبط. وحتى يعني حتى ممكن أنها هي من هناك إذا هي احتاجت أي قطعة إضافية حتقدر أنها هي تنزل وتأخذ لها قطعة إضافية، جاكيت مثلا أو أي شيء ثاني. لكن القطعة الأساسية اللي لازم تكون معها دائما تكون ألوان محايدة، بحيث أنها ما يبين أنها كررت نفس البنطلون عدة مرات، أو كررت نفس القطعة هذه عدة مرات. والله نصيحة من ذهب للأمانة. اي وانا الشام ريحة سفر، ها كانها بتلمح انها عندها سفرة سريعة. جاية والإجازة جاية يا رؤى. طيب خلينا نعرف وش هو التحدي اللي مطلوب مني اسويه. التحدي ستايل معين، انا شفت فيه مجموعة خيارات قدامي. اي لا خففنا عليكي هذه المرة، المرة الماضية عند أودي كان الخيارات أصعب، لكن الحين خففنا عليك. حيكون إن شاء الله التحدي تو أوتفيت، إما كاجوال أو سيمي كاجوال، انت حسب ذوقك. ممتاز. يعني يا كاجوال يا سيمي كاجوال. سيمي كاجوال يعني ممكن يكون اللي هو يخلط ما بين الكاجوال والفورمال شوي. يس. لكن مثلا بنت رايحه دوام او طالعه طلعه خفيفه كذا، ايش ممكن تلبس؟ بس شوفي نتفق من البدايه
ترقفي بحالي. خلاص اتفقنا. مره بسيطه ان شاء الله. مره بسيطه التحدي. اكيد رؤى اجل تفضلي على الكورنر حق التحدي. واكيد الحين راح تجي كمان الموديل ملاك مندر. يلا خلوني انا تجي عشان تشوفين. طبعا نبدا الوقت يا جماعه ولا تونا نبدا الوقت؟ مخرج ابدا الوقت. اوكي بدا الوقت. اوكي بدا الوقت. اوكي اوكي بدا الوقت. رؤى فمعك 40 دقيقه فالقي نظره بس على الاوبشنز. انا ممكن استفيد من الجينز تبعها؟ اي ممكن. حلو اتفقنا خلاص يلا. طيب بس اخذ فكره سريعه نشوف. الله كل قطعه احلى من الثانيه يا جماعه. حلوه الالوان جميله جدا. طيب ابيض اصفر اورنج. شدي حالك ولا تنسي الشنط يا رؤى معك. اي سنه هذه لفتتني عشان الشنطه الحمراء. انا الشنطه الحمراء من اول حاطه عيني عليها كذا. استني شوف. طب ممكن ملاحظه اقول انت سويتي ما شاء الله شيء مره ممتاز. انت حطيتي عينك اول شيء على قطعه بعدين نسقتي يعني. صح حطيتي اول شيء عينك على شنطه بعدين دورتي على تنسيق مناسب لها. كيف بس ماشي صح؟ ممتاز هذه الطريقه الصح في التنسيق يعني. مره شكرا بصراحه يعني. لحظه الطريقه الصح انه انا اختار شنطه بعدين انسق عليها او العكس؟ يعني هي بس اختارت حطت عينها على قطعه ما دخلت كذا عمي. انا اول شيء حطت عينها على الشنطه بعدين راحت دورت على شيء يناسبها. حلو حلو انسايد عشان هذه الحركه والشنطه. هذه الحركه للامانه تحصل معي كثير لما اشتري شيء جديد. اتوقع كل البنات نفس الشيء لما تشترين. هاي رؤى لما تشترين اقول استاذه فاطمه هذه الحركه تصير معانا لما نشتري شيء جديد. شنطه جديده بالضبط. شوز الله يكرمكم جديد. انسق اللبس بالضبط. على الشنطه وعلى الشوز مو العكس. انا ايش اسوي احيانا مثلا تكون مثلا وانت بكرامه في شوز معينه عجبتني يكون شكلها مره غريب. عندي فستان اسود سمبل هو اللي تلبس مع صح. كل شيء يكون مثلا كذا يكون ملفت فيه بس لانه ترى تختارين القطعه اللي هي الاصعب دائما في صحيح. السوق مليان قطع مثلا ملابس صحيح. ممكن لكن صعب تلاقين شنطه او شوز صح. مناسب للملابس. لو سمحتي ممكن تزيديني درجتين على الحركه اللي سويتها ترى بالفطره والله مش دراسه مو ستايلست يقولون. طيب احنا الحين اخترنا القطعه الاولى نستنى الموديل تورينا اللوك النهائي. صحيح. طب في مجال اخلي بالي اذا ابغى احط في بالي اكيد خذي راحتك. لا خذي راحتك. خذي راحتك طيب. رؤى واحنا راح نعطيك وقتك على بال ما نشكر اكيد فاطمه. فاطمه شكرا لك وشكرا لتواجدك الجميل واضافه جميله جدا لسوالف رمضان نتعلم دائما منك. شكرا لك. اكيد انت لسه معانا الين اخر الحلقه أكيد. عشان طبعا. تقيمين اداء رؤى والاوتفيت اللي راح تختارها. طبعا اسمحوا للمشاهدين ننتقل الى ضحى. شف ضحى ايش الجديد؟ اول شيء انا حطيت الحين البطاطس واستوى وخلص نحط رشه ملح ليمون زي كذا يعني ملعقه صغيره. طيب الحين يا حبايب قلبي ايش حنسوي؟ والرز سلقته وكبيت مويته. حنجيب البطاطس هنا ومع الدجاج ومع كل شيء. يا سلام انا نفسي شيء يوصلكم ريحه البرتقال. حنحط البصل. طيب بصل كثير وحنشغل النار على اعلى شيء. حنخلي بصل للتزيين وحنحط الرز اللي احنا سلقناه. ابغاكم تشوفون حبات الرز كيف. الرز هذا المشغول عادي حطوا كميه اللي تبونها ما عندنا مشكله. لازم النار اعلى شيء بس ايش اخاف ينحرق. انا ما احب اعلي عن لا انت تحت عندك مويه كثير لا تشيلين هم. طبعا رشه الزعفران مع الهيل وخلص. بس يغلي غلوه حنقصر النار ونغطيه. هنا انا سويت سلطه الرايته بصل وكزبره وفلفل حار وخيار وملح. ايش حسوي؟ ححط عليها الزبادي وبكذا انا اكون خلص طبختي. الله الله. طيب خلينا نشوف مقادير السلطه. يعني أنا بصل انا الصراحه مره اتحمست على السلطه اكثر يمكن من الطبخه الاساسيه. فالسلطه اتوقع اساسيه ترى مع الكابلي إيه؟ فمشاهدينا المقادير او مقادير السلطه بالتحديد على الشاشه تقدرون انتم تكتبونها او تصورونها بتليفوناتكم. سهله جدا ولذيذه جدا مع الرز الكابلي. أيوة. اللي محضرتها لنا اليوم شفطها. هذه مع البرياني تتكلها السلطه. حلو حبيبتي.
اخترت ثلاثة لوكات. اخترتي ثلاثة والله انك كفو، انت تاخذين 10 من 10 يا رؤى من عندي. ها تعطوني وقت زيادة فزتي. ما عندي مشكلة والله كفو والله. عليك في انا متحمسة يعني كذا في بالي ابغى اسويهم، يا رب يكون عندي وقت. حلو حلو، لا انا متحمسة كثير واكيد نبغى، ومشاهدينا اتوقع كمان متحمسين على اللوكات اللي اخترتيها. انا عين هنا وعين في المطبخ ترى، فقاعدة اشوف الاثنين، واكيد بالتوفيق انا متأكدة انك بتجيبين العلامة الكاملة. طبعا في نجاح ملهم وغير مسبوق افتتحت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية معرض ملهمة للفنانة العنود في صالة جسفت للفنون التشكيلية، وعرضت فيه أكثر من 50 لوحة. تفاصيل أكثر نتابعها مشاهدينا في تقرير زميلتنا عهود نفاعي. أنا مرة متحمسة وفرحانة، هو مو أول معرض بس متحمسة بالمرة. في كان شوي بالأول توتر بس خلاص راح. صراحة المستشفى أكبر دعم لي، وخاصة هنادي والدكاترة اللي هناك، طاقم الدكاترة وأمي طبعا أهم شيء. مصدر إلهامي صراحة الرسم، مصدر إلهامي الرسم واللوحات وهذا الشيء، يعني ما أبدأ يومي إلا أخلص لوحة. إذا ما رسمت لوحة صراحة يومي ما يكمل، فأرسم لوحة في يومي أحسن عشان أفرح كذا وانبسط. صراحة أقول لهم خليكم أقوياء ولا تستسلمون على المرض، وحاربوا إلين ما يعني يروح إن شاء الله. في الحقيقة العنود فاجأتنا ب 58 لوحة، إحنا قبل فترة بسيطة مسوي لها بالمستشفى معرض من 40 عمل وكلها تم اقتنائها، فتفاجأنا بمجموعة كبيرة، فقلنا أنه لا هذه لازم يكون لها معرض كامل، يعني البنت جدا موهوبة. نتمنى الحقيقة العنود والعنود وجميع المبدعين والمبدعات، سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي تحتضنهم الجمعية ومن جميع الفئات، يستحقوا مثل هذه المعارض. ونتمنى أيضا أنه يكون هناك المعرض الثالث والرابع، والهدف هو إرسال رسالة نوعية ورسالة إنسانية بأن الفن التشكيلي هو أداة من أدوات العلاج. وكما تعرفي يعني لدينا عدد غير بسيط من المصابين بأمراض السرطان، الله يشفيهم إن شاء الله، يكتب لهم الشفاء والأجر. ورجعنا لكم والفقرة الحاسمة، وراح نشوف رؤى وش سوت. شوف رؤى قالت يا جماعة عندها ثلاث لوكات اليوم، مو بس لوكين، يعني هي قاعدة تتحدى نفسها. إيه قاعدة تتحدى نفسها. ها نشوف. أنا كثير مستمتعة أصلاً كثير. أو شو خلينا نشوف الموديل. تيرارارا الله الله، هذا اللوك الأول سبورت. واو كاجوال سوري بيسك مرتب مرة. يعني أنا ما راح أقيم، أنا ما أبغى أقيم، ما لي دخل، بس إنه بشكل عام عجبك؟ جميل، زوجي حلو؟ مرة حلو. طيب نشوف فاطمة وش تقول. أكيد أكيد نشوف فاطمة، تقدر فاطمة تتفضل معنا، نحتاج التقييم من المختص رأيها وبتفاصيل أكثر. يا أهلا وسهلا، إيش رأيك فاطمة قولي لنا؟ والله ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج، يعني إيش رأيكم أنتوا شفتوا؟ أنا بالنسبة لي بالعكس، أنا ترى أحب هذا الستايل بشكل عام، لانه انا يمكن اكثر شيء عمليه وعندي يعني طول اليوم مشاوير، فابغى شكلي يكون مرتب ومريح وفي نفس الوقت كاجوال. هذا كمان اللي اعتمدناه بالنسبه للميك اب، انه يكون خفيف للنهار، يكون الوجه مبين جلوي فريش، الاشياء اللي فيه تكون مره ناعمه، شعر ستريت، وبالعاده اخترت الشنطه الحمراء عشان انجا هنا زي ما يقولوا يدوبك في اللون الاحمر شوي، فتكون دخلت الالوان حلوه مع بعض. وهذا اللوك الاول أنا أشوف أنه مرة ممتاز ومرة جميل، وبالذات لما اخترت الشنطة الحمراء صارت هي القطعة صحيح. الأساسية في التنسيق صحيح. كله الباقي كله كان سيمبل، لأنه لو أضفتي أصلاً شيء ثاني عليها في ألوان صارخة حيكون أوفر فعلاً. وأنا حسيت لو اخترت الشنطة السوداء كمان رح تطفي صحيح. اللوك أكثر، بس كده مبينة بشكل ملفت وحلو للنهار وفرش زي ما يقول صحيح. اللوك الثاني جهزته. يا
يعني كم تقييمك فاطمة؟ لا هذا 5 على 5. 5 من 5. بدون مجاملة. بدون مجاملة. أوكي. طبعاً لو كان شعر الموديل مثلاً مرفوع بونيتيل حيطلع أفضل. بس برضه هلا هي تركته ستريت، ما في يعني ما في ويفي، ما في تكلف بالضبط يعني. أوكي. فكان حلو. لا هنا الذكاء إنك تكسري بشكل مختلف. أوكي. يا أعطيني. استني بس خلينا نكملها ب نغير. أوكي. لا ما عجبتني كثير. جربي. بس كده خلينا نرفع الشعر ها. أوكي. كده وشوية تقليل الميك اب. شاطرة ملاك. الله الله، أنا تحمست على هذا اللوك بعد لأنه يعني تنورة الفمنن مع التيشيرت ما رح نحرق لكن تحمست عليه كثير. طيب شايكم نطلع مع المشاهدين فاصل سريع مشاهدينا ومن بعد مكملين. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وما زلنا في فقرة التحدي. أيوة. مع رؤى ريان واللي بدعت الصراحة اليوم، أنا مرة عجبتني ستايلاتك والحين نبغى نشوف اللوك الثاني. يا رؤى وش صار عليه؟ يلا ملاك ملاك. أتوقع لسه ملاك. لا ملاك جاهزة أشوف. الله الله، عادي أمدحني؟ عادي تفضلي، أكيد من حقك. هذا اللوك الثاني، اخترت انه يكون سمارت كاجوال. ها فاطمة كأني شفت معاه كاب. ايوه في كاب. بس هو كان ملاك. يعني ما كان في كاب معاه اعطتك او ما بعرف. هو كان في كاب بنفس البرنت اللي موجود على نفس التنوره بحيث يكون ماتشنج مع بعض. بس حتى ترى بدون الكاب انا عاجبني يعني احس هي مع يعني رفعت يعني الشعر عرفتي كيف بالي انه تلبس عليها كاب فتبين انه هي سمارت كاجوال اكثر. بس الهم دحين تقييم فاطمه، تقول ايش رايك؟ والله تقييم التيشيرت مع التنوره مره روعه وطالع فعلا سيمي كاجوال، ايفن مع السنيكرز طالع مره حلو. بس ملاحظه صغيره عندي اللي هي الشنطه، لو اخذت الشنطه اللون اسود. أيوة. كان حيطلع سيمي كاجوال افضل لانها يعني اوريدي فيه خلاص التنوره فيها الوانها. أوكي. واللوك بالكامل خلاص فيه الوان، فلو اخذت الشنطه السوداء كان حيطلع يعني اجمل مع الستايل. طيب انا يعني بما انك حتنقصيني يبدو لي فخليني اروح اسوي لوك ثالث ربما ارفع درجتي، اسمحي لي بسرعه، بما انه كانت اصلا اوريدي عيني على قطعه كثير عجبتني وكانت ملفته بالنسبه لي. حنغير شويه اللوك، ناخذ هذه و ناخذ بهذه الشنطة. بس قبل لا استعمل الشنطة السوداء أبغى أعمل حركة بحيث إني أدخل اللون الأصفر مع الشنطة، أحاول يعني أبتكر كذا أشياء مع الكحلي والأسود. أنا في فترة من الفترات ما كنت أتقبل هذه اللونين مع بعض. والله؟ ما كنت أتقبل الكحلي والأسود مع بعض. أيه. بعدين في الفترة الأخيرة صرت لا أبغى ألبس كحلي وأسود، حسيتها بالعكس. حلو. ما أدري كيف تغير رأيي عن الموضوع. أيه. لكن صرت يمكن أشوفه في درجات الكحلي، فالدرجة اللي هنا هذه ممتازة لأنه مبين، بس في صح. بعض الكحلي بين لا كأنه أسود. صحيح صح. هذا اللوك روعة. على حسب الدرجة، على حسب درجة درجات الألوان، ما في لون أبداً ما يتناسب مع اللون الثاني، لكن ممكن أنه كدرجات درجات هي اللي تفرق، الدرجة هذه ما تتناسب مع هذه الدرجة. صح. فأنت يمكن كنت الكحلي الغامق ممكن الكحلي الغامق. صحيح صحيح. وحتى قاعدة أشوف يمكن كثير فساتين أو قطع يعني قطعة واحدة كاملة فيها كحلي وفيها أسود وفيها
فجميل جدا. انا مره متحمسه على اللوك. انا مره انبسطت بالتحدي بغض النظر وش النتيجه، مره انبسطت، انا استمتعت بالتحدي هذا. صحيح صحيح. واستاذه فاطمه احنا نرجع نشكرك، شكرا لك وشكرا لتواجدك، شكرا لك لتقييم يعني المذيعات كل تحدي. وانا انا متحمسه متى راح يجي دوري في هذا التحدي. أيوة. تحدي الازياء طبعا. أيوة. ودائما نستفيد منك ومن الكومنتس حقتك، شكرا لك. والله حتى انا مره مبسوطه، يعطيكم العافيه. الله يعافيك وشكرا اكيد لتواجدك. شكرا لك، نورتينا، يعطيك العافيه. رأى اللوك الثالث كيف راح يكون شكله؟ راح هالمره هذه المره راح يكون يعني نفس الشيء سمارت كاجوال بس اكثر رايح على رسمي. حلو. او هالمره اخترت بنطلون بدل ما يكون تنوره. أوكي. وبصراحه انا تحمست لانه القطع تشجع انك تلبسيها باكثر من طريقه. صح. عرفتي؟ صح صح. على ما تخلص ملاك خلينا كمان نروح لفقرتنا المعتاده مع النجوم والمشاهير والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. واكيد مها يسعدنا اليوم استضافه الموديل السعودي بندر بن نواف للحديث حول مستقبل الازياء في السعوديه، وهل المجتمع اليوم اصبح اكثر تقبلا لفكره العمل كعارض ازياء. اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. حياك الله. كيف حالكم؟ بخير. الله يطول بعمركم. كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير وشهر مبارك عليكم. كيف رمضان الى الان؟ والله الحمد لله خفيف. صحيح. ايش المفاجاه الجميله هذه؟ والله فرصه جدا سعيده بالنسبه لي. نورتنا. يعني بندر معروف عنك ان انت مره ستايلش الصراحه، ويعني الناس تحب تتابعك عشان ستايلاتك والاشياء الجميله اللي تقدمها في محتواك. والله انا دائما الناس يقولون انه كيف بديت، يعني خصوصا انه كان اكيد يعني هذا السؤال الرسمي كيف بديت. اي انه يعني هو المشكله مو بهنا، يقول لك انه شلون واحد سعودي وفجاه ملابس فكانت هي الفكرة ترى غريبة شوي. لأن الوالد كان عنده شركة للملابس. فكنا نستورد ملابس بالجملة ونرجع نبيعها في السوق في جميع مناطق المملكة. فأنا كنت أحب مثلاً أني ألبس أسوي، وكان ترى الداعم الأساسي لي الناس. تعرف لما أحد يقولك أوه ما شاء الله حلو عليك الشيء الفلاني أو عجبنا شيء، فأنت استانس و تحس حافز من جوا، ودك تصير طبعاً. احسن ودك تصير افضل. طيب خليني اسالك، يعني في الوقت الراهن اللي احنا فيه وبحكم خبرتك كمان، يعني وش هي المعايير المطلوبه في الرجل السعودي او العربي حتى يكون عارض ازياء او موديل خلينا نقول؟ والله يعني احنا مثلا نعرف انه الاجانب مختلفين، يعني خصوصا البنات، يعني الاجنبيات عارضات الازياء كومبليتلي مختلفين عنا. اكيد لان هي عندك ثقافه يمكن تكلم نفسي نوعيه الشيء اللي انت بتلبسينه او بتقدمينه. يعني مثلا نتكلم على العبايات ابسط مثال. صح. يعني ما راح تلقين في موديل عبايات مثلا في الخارج او شيء فاشن شو حق عبايات في الخارج. فاللي يعني هو السبب اللي يخليك مثلا تتميز اتوقع حب الناس رقم واحد، وانك انت يعني تستعد تكون مستعد لهالشيء. يعني قبول أكثر. قبول اكيد. طبعا الجسم الشكل الهيئه هذه كلها يعني من الاشياء الاساسيه سواء هنا او في اي مكان، لكن انت حبك للشيء هو الدافع الاول. لان لو نتكلم فعليا هي كمدخول ما في مدخول. اوكي ما فيها مدخول. ما المدخول يعني مستحيل انه يخليك تعيش على اساس هذا. بس يعني هذا فيها انكم حلوه. الواحد بيسوي هي موسمين ويكون يعني مثلا يمثل براند معينه. صح. لكن احنا لو نتكلم هي موسمين صيف شتاء. ايوه. يعني بتشد حيلك مثلا في بدايه الموسم وبدايه الموسم الثاني بس. بس. فانت الوقت الباقي اكيد يعني لازم تكون مرتبط في اشياء ثانيه. والأهم من هذا لو تلاحظون في الفترة الأخيرة حتى يعني وزارة الثقافة صارت مهتمة. صحيح. في الفاشن. صح. في الأشياء هذه في الفروسية زي ما شفتوا. صحيح. في أشياء يعني كثيرة، فهذا أشياء مبهرة كنا نشوفها في هذه الفعاليات فعليا. طيب إيش الأفكار المغلوطة يعني بندر؟ أكيد يعني إحنا مثلا في مجتمع زي مجتمعنا المحافظ، يمكن أنا ما أتكلم شاب أو بنت، بنات وشباب بشكل عام، إيش الأفكار المغلوطة عن هذا المجال؟ إيش اللي يعني تسمع مثلا كفيدباك مو مرة يعجبك؟ أوكي. وإيش الأفكار اللي كانت شيء في زمن والآن تغيرت؟ يعني كلمنا اكثر من باب تجربه. والله شوفي هو للامانه يعني انا اتكلم عن نفسي مثلا، احب مثلا الاشياء الجريئه. حلو. فهي اول شيء تلقى انتقاد. يعني احب اللبس مثلا الالوان
الالوان مثلا شاطح في اللون، الله يعزك الشوز الله يعزك. فالناس تقول وش ذا اللون وش ذا اللي، عرفتي؟ طبعا هذا اتكلم فيها بسيطه او ضئيله طبعاً. فاذا انت بتقعد يعني تسمع كلام الناس وتهتم للعالم والاشياء هذه ما راح توصل لهدفك في اي مجال، يعني مو بس هذا المجال، في اي مجال. تجيك انتقادات؟ والله الانتقادات اقل من الاشياء المحفزه. أوكي. بس انا ما اشوفها شيء. حلو. طيب خلينا نتكلم عن مشاركاتك ويعني دخولك لهذا المجال بس على الصعيد المحلي ولا؟ والله انا بديت العكس. ايه من العالم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب انا كانت صدفه يعني كنت في كنت بالصدفه في لندن وجاني ايميل. طيب انه ما كنت مسجل في ايجنسي في شيء كذا؟ اوكي. طيب. جاني ايميل انه نبغاك يعني تلبس عندنا ازياء معينه ونبي نصورك ونعرضها. في البدايه قلت هذا شكله هكر ولا يعني ما توقعت بصراحه، قلت يعني ليش اختارني انا مثلا او ليش اختاروني انا كنت عادي برد على الايميل فرد عادي، شوي طلع الموضوع صدق حلو. فكان بصراحه يعني انطلاق بالنسبه لي، بدايه حلوه كانت. اي يعني كان غريب انه جاني ايميل يلا ما ادري ايش احنا نحتاجك، قلت يعني انا في بريطانيا ويكلموني في بريطانيا وانا سعودي، يعني ما يعني كان غير منطقي بالنسبه لي، قلت شكله هكر. فكانت بدايه حلوه كانت بصراحه. كانت حلوه حلو. متى كان هذا الكلام؟ 2016. حلو حلو. 2016 يعني بدايه موفقه. وبالعكس يعني اذا يعني خلينا نقول ثقافه مختلفه عن ثقافتنا قاعدين يشهدون لك، فهذا شيء جميل. انا فعلا بديت اول شيء في بريطانيا، بعدين في الامارات، بعدين في السعوديه. بالتدريج بالتدريج. طيب تجيك اتهامات يعني انه انت ما انت بسعودي او عشان انا مشكلتي في اللون يمكن. ايوه بياض يقولون هذا. طيب وكيف تتعامل معها؟ ها ترد عليهم ولا ما ترد؟ وشلون ترد ولا ما ترد؟ لا ما ارد. ما ترد؟ ما تعجبني توي. شو اقول؟ جميل جميل. طيب يعني كمان نبغى نعرف يعني بحسب معرفتي انه في مجالك رائد اعمال وعندك مشاريع خاصه. اي ابغى اعرف يعني كيف بتدير ما بين اعمالك الخاصه ومجال عرض الازياء؟ انا قلت لك في البدايه ترى هي هوايه. او اعمالك الخاصه لها علاقه ايضا في والله في البدايه الأزياء. لكن في الحين في الاونه الاخيره لا، ما عندي اي علاقه في الفاشن كبزنس الا انها هو هوايه. فاذا عندي اوقات فراغ انا قلت لك هي كدخل ما هو بذاك الدخل اللي انت ممكن تتخيلينه، لكن انا بالنسبه لي هوايتي احلى من موضوع المادي. اي حلو. يعني بس انا استغرب من الناس اللي تحب الفوتوشوت، انا مره ما احب اتعب. أنا اليوم بالعكس. اللي اعرف انه عندي تصوير فيه احس كانه عندي اختبار تخرج. صدق. فعشان كذا يعني احاول اعرف قد ايش يكون انت تكون مستمتع في جلسه لحظات التصوير. فعلا. انت تحضر كل اليوم عشان والله شوفي هو خلاص هي دائما يقول لك اول بدايه هي اللي تكون شوي صعبه. بعدين في كل جلساتك الثانية أصلاً المصور يكون مرتاح. أنا أتعب ما أحب جلسة أحس كأنه امتحان والله أتعب. صادقة صادقة أنا زيك. أنا الصراحة أتهرب أنا من جلسات التصوير. لا أنا بالعكس أنا مرة أحب وأحس أني أستفيد حتى مو للبراند لنفسي يعني الصور. حلو صح يعني تضيف لي. طبعاً طبعاً وهذا مجالك يعني في النهاية. طب أنت خلنا بسألك عن يعني ال المجال بشكل عام، يعني قاعدين نشوف الحين تضخم في مجال الأزياء والمصممين والمصممات، يعني ما شاء الله عليهم الشباب والبنات بدعوا الصراحة. يعني أنت وجهة نظرك لما تجي تشوف مثلا المصممات والمصممين، هل أنت يعني بينك وبين نفسك مو بشرط قدام الناس، يعني تقول مثلا والله هذا الإنسان مبدع، والله هذا الإنسان لا مو بمجالها، يعني أنت هل يعني قدر أو تعطيهم أنا بالنسبة لي وجهة نظرك أو أنبسط مرة 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 على النقلة النوعية اللي صارت. حلو. لأنه ترى يمكن في أقل من 4 سنوات حتى مو بخمس سنوات صرنا نشوف شباب بنات مبدعين. صح. الفلترة بتصير في الأخير مو مني أنا أو من أي أحد، من المستهلك، لأنك أنت لما تشتري الشيء تلقى فيه غلط في المقاس، تلقى فيه مشكلة في الكواليتي، تلقى في الأشياء هذه، فبيصير فلترة. أيوه. فلو طلع مثلا 10,000 بقى منهم 1,000 يعني وش اللي يخلي المصمم ناجح او المصممه ناجح؟ انه يشوف نفسه العميل. حلو. بالنسبه لي ليش؟ لانه انت اوكي صح انت حتطلع بشيء بس
هل عملائك هذا اللي يدورونه؟ هل عملائك هذا اللي يبغونه؟ فإذا فكرت في العميل قبل ما تفكر في أنت إيش يعني ناوي تسوي بتنجح. صح والله نصيحة من ذهب بندر، يعني يعطيك العافية على جهودك ووجودك، وأكيد يعني أنت إنسبريشنال للكثير من الشباب والبنات. المطبخ، علاقتك بالمطبخ، كيف علاقتك بالمطبخ؟ لازم رمضان تلف سمبوسة، الريحة، أنا سوي كبسة، ما أدري أقوم نفطر هنا كيف ولا بتعطونا صحن صغير ناخذ والله أيوة لازم بدواقع لازم لكن نقدر نشم عاد الشيخ ضحى ما يتفوت أكل، ما في شك معروفة، ما في شك دائما نتابعها ونشوف. بس وش رأيك في الريحة؟ ها الريحة رهيبة رائعة. طيب لا أنا كيف كل يوم كذا؟ يعني انتم تتعبون الضيوف وانتم تعبانين اصلا. هذا يوم واحد صح؟ احنا وش نقول يا جاي؟ فاقول لك يعني فاتحين الشهيه، انا كل شوي احس. لا تتهرب من السؤال لو سمحت. طيب تطبخ ولا ما تطبخ؟ عشان نعرف. سيء، انا ما اطبخ بس انا متذوق. الله. انا احب الاكل بشكل غير طبيعي. بس انه تقولي اطبخ، انا المشكله ما عندي صبر. ايوه. اني مثلا يعني ما شاء الله انت تاكل بثلاث دقائق اوكي، بس الطبخه تاخذ يمكن ثلاث ساعات. صح، بس مو مع الشيف ضحى. لا يحتاج صبر. اي انا هذا اللي اقوله والله، يبغى صبر. انا ما عندي هذه يعني انت تعترف الحين ان انت ما عندك صبر، انت شخصيا ما عندك صبر. لا ما عندي صبر. عجل. اي عجل فعلا، انا عجل. عرفت اللي ابي بسرعه الشيء ما جاز لي، خلاص اي تطبيق بسرعه واجيب اكل. يعني انت اتوقع بندر يمكن شفتي الشباب اللي يدخلون المطبخ يفتحون قدور الجاهز. تفتح الدور في البيت شكلك او يسوي اندومي. لا انا قليت، انا حتى البايت ما اكله. يعني انا شوي بيكي في موضوع الاكل، يعني احب الاكل سريع سريع ولازم يجيك حار ويجيك مضبوط ويجيك، يعني ما عندي مشكله ما اكل ولا يجيني اكل زي. حلو. طيب يعني في الاخر نعرف انك انت يعني تنتقي الاشياء. اي ما تمشي حالك باي شيء. لا مجال، اتوقع هذا مجال الازياء، لازم الواحد يكون دقيق. صح. ولازم صح. الواحد على قولتك يكون بيكي. بندر بالنواف شكرا لك، وشكرا لتواجدك، تشرفنا باستضافتكم وسعيد جدا بشوفتكم، وشكرا لكل الطاقم اللي شغال معك. شكرا لك، واكيد اتمنى لك الله يسعدك. شكرا لك. اهلا وسهلا. شوف ضحى جوعتينا والله، انا ما ادري ايش اقول، جوعتي بندر، جوعتي الدنيا كلها، يعني ما شاء الله عليك. خلاص بدت تغرف شيف ضحى، خلصت خالصه من اول. انت تفوزين بالتحدي اليوم، انا قلت لك انت فايزه. لا انا ما شاء الله يعني عندي هذه السرعه، حتى السلطه خلصت. خلصت وانا اللي قطعتها بعد حتى على الهواء. والله اني كنت ناوي اقوم اساعدك فيها السلطه. يا حياتي انت ما انحرم. طيب. لا طيب. بس ابغاكم تشوفون بس. انا شفت اللوك الثالث، الموديل شكلها راحت خلتنا يا جماعه ملاك شكل موديل. لا ما راحت. يا الله وين انا بالنسبه لي هذا الستايل يفوز الصراحه، عجبني. لازم سيده فاطمه تحكي لنا عن تقييمها. واو رأى بدعتي اليوم بصراحه، كيف عجبتك؟ والله ما اجامل الصدق الصدق، كل اوتفيت يقول الزين عندي. يجنن يجنن يجنن، ما شاء الله تبارك الله، كسرتي اللون الجاكيت وزحمه الزخارف. وش رايك في الاكسسوارز اللي ركبتها على الشنطه؟ انت ما شاء الله شكلك تحبين دائما تكسرين بلون كذا. ايوه انا عندي تخصص كسر الوان بصراحه. يعني حتى ماما زمان كانت تقول لي انه مثلا ما تمشي الشنطه الاورنج مع لبسك، احس انه لا كذا احب انه يكون في شيء ملفت في اللبس. صح يعني صح واضح. لا ما شاء الله مره حلو. وهديتي الجاكيت باللون الاسود في البنطلون وحطيتي على الاكسسوار الاصفر، مره رائع مره روعه. اغير مجالي رايها والله. تعالي معنا، تعالي معنا، اصير ستايلس يمكن يمشي. لا جميل، انا حبيت لانه اصلا الريلاكست ستايل هذا البنطلون الواسع اصلا، يعني بشكل عام انا مره احب هذا ستايلي. انا احب البناطيل اللي تجي واسعه اكثر ومريحه وعمليه وكلاسي، يعني تحسينها سواء مع كاجول او مع هاي هيلز. صحيح. فما تفرق. تقييمك فاطمه انقذينا. التقييم 5/5. أيوة. بس هو طبعا السنيكرز، بس مش ذنبها، مو ذنبها لانه ما كان في خيارات هنا غيرها. يعني انت كيف تتخيلين مع سنيكرز يكون اسود مثلا؟ اما سنيكرز اسود يكون شوي يعني فورمال، مش مره سبورت، او يكون هاي هيلز او هاي هيلز. حلو. يعني اخذت 5/5 و4.5. حلوين يعني تعتبر درجه كامله.
انت سويتي ثلاث. حلو. ايش الكنترول يقول؟ يقول لي خمسة. يعني تقييمك اليوم شكرا فول مارك، وانت تستاهلي الامانه بدون مجامله. شكرا يا ملاك، انت اللي حليتي القطع كلها والله العظيم، ولا انا من غيرك اضيع. شكرا ليكي. الحين عشانها مبسوطه عشانها فازت ترى، بس يعني يعني قاعده تقول كلام حلو يا رؤى، وانت تستاهلين، ويعطيك العافيه ملاك. شكرا لك، واكيد شكرا للاستاذه فاطمه كمان. شكرا لك مره كثير، مبسوطه بوجودك اليوم معانا، وشكرا يا ملاك كمان. بس مهم جدا انه احنا نذكر المشاهدين بالمشاركه، لانه انتم كمان تقدروا تقيموا وتشاركوا بارائكم في ادائي في تحدي الازياء لليوم في هاشتاغ تحدي سوالف رمضان 12، وانا راح اختار 4 تعليقات لاربع فائزين او مشتركين في نفس الهاشتاغ، وراح يربحوا جوائز مقدمه من السيف جاليري. الهاشتاغ ظاهر عندكم على الشاشه، تحدي سوالف رمضان، سوالف رمضان 12. فوزوها يا جماعه، ترى رؤى تستاهل واختياراتها حلوه، وكل ستايلات للامانه يعني بوصفها بكلمه واحده، كلها كلاسي مرتبه وجميله وتنفع لكل الفئات العمريه. مشاهدينا، في التقرير التالي اخصائيه التغذيه دكتور وجدان قطب قدمت لنا نصائح عن اهميه شهر رمضان كونه فرصه للحصول على الوزن المثالي. ايش الطريقه؟ نتابع. احنا فرصتنا في رمضان لانه عندنا الوقت قصير، فترة الصيام اطول من فترة الفطور، فاحنا نقدر احنا نضبط جدولنا الغذائي وبحيث ناكل كل حاجة نبغاها. ولكن هي الناس شريها في الأكل، ليش؟ لأنه تكون مشتاقة للأكل اللي ما تعودت تاكله إلا موجود في رمضان. إحنا لو تعودنا نسوي طول السنة فما حتشتاقي له بهالشوق. في نفس الوقت نوعية الأكل صارت كلها دسمة دهون، فإحنا لازم نبدأ نحسب كم الكميات اللي ناكل منها. الناس تقول أبغى أكل سمبوسة، وأبغى أكل قيمات، وأبغى أكل جبنية، وأبغى أكل شوربة ومكرونة وكل حاجة. إحنا ما نقول ما في شيء ممنوع، كل حاجة مسموحة، ولكن نأخذها بكميات بسيطة، كميات محسوبة. إذا قدرنا نحسبها صح حيكون فرصة إنه نحصل على وزن مثالي، على جسم مثالي، يكون فرصة حتى إنه إحنا نمارس كل أنشطتنا الرياضية والعبادات بأريحية أكثر وبخفة أكثر. الوزن المثالي مو صعب إن الواحد ينزله، أنت لازم تكوني عاملة خطة من قبل رمضان إيش الأشياء اللي حتسويها في رمضان، بحيث إنك أنت كم من الوزن ينزل، كم من الرياضة اللي تقدر تسويها، بحيث إنه ينشد الجسم وتوصل للوزن المطلوب. رجعنا لكم مشاهدينا في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، وما أحكي لكم بصراحة ريحة، لكن قبل أي شيء خلينا نشوف الأطباق النهائية مع الشيف ضحى. كيف بشري؟ يعني أنا بصراحة ليه صيح؟ جوعتنا والله، حتى جوعتينا شيف ضحى، يعني ما شاء الله عليك، شيء غير طبيعي. الأسواق أعطتهم إياها في حلقة فنية. أي بس حاخذ حصة اليوم ترى شيف. بالعافية بالعافية. ما شاء الله. طيب طب خلينا نرجع نحكي عن الطبق وشو، يمكن الناس بعض الناس سووهم متابعة. السر فيه هو البرتقال، عصير البرتقال وبشر البرتقال. ضروري جدا ما توصلون للبياض عشان ما تمرمر المرارة. ايوه. بعدين الشيء الثاني نقطة ملح ليمون، ربع ملعقة صغيرة. حلو. هو سر الكابلي، وطبعا جميل. البصل المقلي وثلاثة قدور يا جماعة، تحتاجون ثلاثة قدور عشان تسوي الكابلي صح؟ هذا اللي انا تعلمته من طبخه اليوم. طيب السلطه، السلطه وش مكوناتها؟ السلطه زبادي، اي خيار، لبن، نعناع، شويه ثوم، وبصل، اي شويه، وش بعد؟ فلفل حار. لا ما في سكر. انا احط له شويه ثوم. لا ثوم فيها ثوم صح؟ لا ما احط ثوم، احط بصل وخيار، وخيار وفلفل حار وكزبره او نعناع. حلو. يعطيك العافية، يعني اسم الله والله العظيم. جميل جدا. رائعة. يعطيك العافية. طيب ايش رايكم ننتقل إلى سؤال الحلقة اليوم؟ رؤى عندنا سؤال للحلقة اليوم مشاهدينا، طبعا نبغاكم تشاركون في هاشتاج اربح مع سوالف رمضان 12. وسؤال الحلقة اليوم يقول
إيش اسم الأنمي اللي وصل للعالمية وهو طبعاً سعودي، هو طبعاً أول لحظة خلنا نسأل السؤال صح. طيب اصبري، أول فيلم رسوم متحركة سعودي وصل للعالمية، إيش اسم هذا الكرتون أو الرحلة الأنمي؟ الرحلة 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 طيب. حتى ما خلتني أخلص السؤال، لكن أوكي خلاص الحين طبعا جاوبت عنا الشيف ضحى، تقدروا ان انتم تغشون على راحتكم. اول شيء فولو، بعدين رتويت، بعدين اكتبوا الاجابه عشان تفوزون، احنا نبي كل الناس تفوز. صح ان شاء الله ان شاء الله. كل يوم عندنا جوائز ترى. فعلا اكيد انا كثير اصلا مبسوطه من التفاعل واللي والمشاركات اللي بنشوفها، وانا صرت راح اتحمس وكل يوم ادخل واشوف وش اللي صار. بس خلينا كمان نذكر المشاهدين وش هي الجوائز اللي ممكن يفوزوا بها اذا شاركوا في الهاشتاج الظاهر امامكم على الشاشه، اربح مع سوالف رمضان 12. راح نعلن في بدايه حلقه بكره عن فائزين راح يربحوا معنا جوائز قيمه مقدمه من السيف جاليري، وجائزه مقدمه من صيدليه عيادات الور بالتعاون مع زين وباجي قيمتها 1450 ريال، واخيرا كوبون شراء بقيمة 500 ريال مقدمة من دار أزياء فاطمة بالحداد. شكرا شيف على هالجمال. أهلا وسهلا. مها تجنني، ما طلعوني هوا إلا معاها يا جماعة. شكرا هذا لك المستعجلين اللي ما عندها وقت ترفع شعرها وتروح للحلقة. يعطيكم العافية، حلقة جدا مميزة. شكرا لكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا شكرا على جمال المتابعة. باي باي، إلى اللقاء يا أصدقاء.